السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أجمل تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان وعبر قناة كويت سبورت من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نلقاكم من جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ما بين السطور لتسليط الأضواء على جديد الصحافة الرياضية لهذا اليوم، سواء في الصحافة المحلية الرياضية العربية وختاما بالتأكيد مع العالمية. وقبل الدخول مشاهدين في صفحاتنا المحلية، دعونا نتوقف قليلا مع أبرز وأهم العناوين. نبدأ مع السياسة التي عنونت جوزاك يستعد لموقعة أستراليا بتغييرات دفاعية. وفي القبس القحطاني كويتاوي رسميا. أما الأنباء في صفحة رياضية فعنونت الفحيحيل ينتظر عودة أبو عمارة والشامي. حياكم الله من جديد مشاهدين، وكالمعتاد نبدأ هذه الجولة الصحفة الرياضية من الصحافة المحلية وتحديدا من صحيفة السياسة وأخبار المنتخب في العنوان جوزاك يستعد لموقعة أستراليا بتغييرات دفاعية. استقر الكرواتي روميو جوزاك مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على إجراء 3 أو 4 تغييرات في التشكيل الأساسي استعدادا لمباراة أستراليا بعد غد في الجولة الثانية بالتصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ويتصدر الأزرق المجموعة الثانية بعد فوزه العريض على نيبال بسباعية نظيفة الخميس الماضي متفوقا بفارق الأهداف عن الأردن. بالتأكيد كل التوفيق والأماني لمنتخبنا الوطني في مباراته الثانية والحاسمة، مو حاسمة بشكل كبير ولكن حاسمة في مشوار الأزرق ورسم ملامح المجموعة الثانية والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وإن شاء الله أن يكون الفوز هو حليف الأزرق مثل ما فرحنا في مباراته الأولى ونتيجة وأداء بسبعة أهداف مقابل لا شيء. إن شاء الله في المباراة الثانية أمام أستراليا كذلك نخرج بنتيجة تسعد وتفرح الجماهير الرياضية الكويتية بشكل عام. نفتح صفحتنا الثانية مشاهدينا وهي القبس ونقرأ من خلالها في العنوان القحطاني كويتاوي رسميا. نجح مجلس إدارة نادي الكويت في التعاقد رسميا مع مدافع نادي القادسية السابق خالد القحطاني للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ويعد القحطاني آخر الصفقات التي قيدها نادي الكويت في قائمته بسجلات اتحاد الكرة قبل غلق باب القيد بساعات. ويعتبر القحطاني واحدا من أبرز اللاعبين في السنوات الماضية في مركز الظهير الأيسر. بالتأكيد كل التوفيق للاعب السابق لنادي القادسية والحالي لنادي الكويت خالد القحطاني في مشواره الاحترافي مع نادي الكويت الكويتي. نواصل صحفنا المحلية مشاهدينا ونقرأ أهم ما كتب في صحيفة الأنباء ومن خلال عنوان الفحيحيل ينتظر عودة أبو عمارة والشامي. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تحضيراته النهائية قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بلقاء يجمعه مع نظيره التضامن غدا الاثنين. ويتوقع أن يلتحق بتدريبات اليوم المحترف الأردني منذر أبو عمارة، فيما سينضم مدافع المنتخب السوري عبد الله الشامي بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده في التصفيات القارية. ومع أخبار نادي الفحيحيل ننهي مشاهدينا جولتنا في الصحافة المحلية لننتقل من بعد هذا الفاصل مع الصحافة العربية الرياضية وأهم وأبرز العناوين.
نبدأ مع الجزيرة السعودية التي عنونت الأخضر أنهى معسكر الدمام ويغادر اليوم إلى البحرين. أما في الراية القطرية العنابي يتأهب لإيقاف الطموح الهندي. وفي الدستور الأردنية منتخب السلة يخسر أمام كندا في كأس العالم. حياكم من جديد مشاهدينا وجولة الصحافة الرياضية العربية، وأولى صحفنا العربية ستكون من الجزيرة السعودية والتي عنونت الأخضر أنهى معسكر الدمام ويغادر اليوم للبحرين. تغادر بعثة المنتخب السعودي اليوم إلى البحرين استعدادا لمواجهة المنتخب اليمني بعد غد الثلاثاء في استاد البحرين الدولي في أولى مباريات المنتخبين في التصفيات الآسيوية المشتركة. هذا وقد أنهى الأخضر أمس برنامجه التدريبي من خلال معسكره الذي أقيم في الدمام وتخللته مباراة ودية واحدة تعادل فيها مع منتخب مالي بهدف لمثله. صحيفتنا الثانية مشاهدين ستكون من الراية القطرية والتي عنونت العنابي يتأهب لإيقاف الطموح الهندي. يخوض منتخب قطر الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم ميرانه الأساسي وقبل الأخير استعدادا للقاء نظيره الهندي بعد غد في الجولة الثانية للتصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم عمان وأفغانستان وبنغلاديش. وبدأ العنابي مشواره بتصفيات الخميس الماضي بفوز جيد وكبير على أفغانستان ويأمل في مواصلة الانتصارات وبعدد وافر أيضا من الأهداف من أجل ضمان المركز الأول والتأهل مباشرة إلى كأس آسيا 2023 في الصين. بالتأكيد كل التوفيق للمنتخب القطري الشقيق في مواجهته أمام المنتخب الهندي. ونحن نكمل معاكم مشاهدين أخبارنا الرياضية العربية، وهذه المرة مع صحيفة الدستور الأردنية والتي جاء فيها في العنوان منتخب السلة يخسر أمام كندا في كأس العالم. خسر منتخب الأردن الوطني لكرة السلة أمام نظيره الكندي بنتيجة 126-71 في المباراة التي جرت أمس في صالة مدينة شنغهاي في دور تحديد المراكز من 17 إلى 32 ضمن بطولة كأس العالم النسخة 18 والمقامة حاليا في الصين. وشهدت المباراة تفوق واضح لعناصر المنتخب الكندي والذين تميزوا بتسجيل الثلاثيات. ومع أخبار صحيفة الدستور الأردنية ننهي مشاهدينا جولتنا في الصحف المحلية والعربية لننتقل من بعد الفاصل مع آخر الأخبار في الصحف العالمية وأبرز العناوين، ولكن من بعد هذا الفاصل. بداية مع الديلي ستار، كين يقترب من رقم لامبارد. أما في صحيفة ليكيب الفرنسية كومان وجيرو يلمعان مع الديوك. وفي صحيفة أبولو الرياضية رقم مميز الدون في ليلة الرباعية. وكوريري الإيطالية عنونت مدرب الأزوري يحذر من خطورة فنلندا. وأخيرا مع سبورت الإسبانية مورينيو لا حارس أساسي للماتادور.
حياكم الله من جديد مشاهدينا، ما زلنا مكملين معاكم في أجواء الصحف الرياضية المحلية، بديناها العربية واصلنا والآن مع الصحف العالمية. وقبل الدخول مشاهدينا في أبرز ما طلعتنا به الصحف الرياضية العالمية، يسعدني أن أرحب باسمكم بالأستاذ والزميل الناقد الصحفي الرياضي بجريدة النهار الأستاذ راشد خلف للتحليل والتعليق على أهم الأخبار الرياضية الواردة في الصحف العالمية. حياك الله معي أستاذي في حلقة اليوم، ونشكر لك قبولك الدعوة بالتأكيد. يا هلا فيك وفي السادة المشاهدين. نكمل معك أو نبدي معك أخبارنا الرياضية العالمية، وأخبارنا اليوم كلها عن المنتخبات الأوروبية. أكيد تفضل. نبلش معك ومعاكم مشاهدينا، نستهل هذه الجولة العالمية من صحيفة الديل ستار وهذا العنوان: كين يقترب من رقم لامبارد. سجل هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا 3 أهداف هاتريك ضد بلغاريا ضمن تصفيات أمم أوروبا، ونجح كين في تسجيل 2 من 3 من ركلتي جزاء ليأتي بالمركز الثاني بلائحة أكثر لاعبي منتخب إنجلترا تسجيلا لركلات الجزاء. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فإن كين جاء ثانيا من حيث تسجيل ركلات الجزاء 8 ركلات خلف الدولي الإنجليزي السابق فرانك لامبارد 9 ركلات، بينما يحل ثالثا نعم واين روني برصيد 7 ركلات. كما كشفت الشبكة أن كين أصبح أول لاعب يسجل أكثر من 23 هدفا للأسود بأول 4 مباراة دولية منذ غاري لينكر. ورجعنا معكم مشاهدينا مع الأستاذ راشد خلف الناقد والصحفي الرياضي بجريدة النهار. بداية أستاذي أجد لك تحية، تعليقك على هذه الإحصائية للهداف هاري كين. طبعا قبل ما نتكلم عن هاري كين احنا هم نتمنى ايضا التوفيق للازرق ان شاء الله الثلاثاء امام استراليا ان شاء الله، وان شاء الله تكون نتيجه نيبال مو بس بدايه او انه ضعيف ان شاء الله تكون تستمر ويعود يعني للمنافسات ان شاء الله. نرجع لهاري كين. طبعا اكيد يعني شوف هو في تسديد ركلات الجزاء، يعني اللاعب المتخصص في ركلات الجزاء يعني لما يكون لاعب مهاجم وهداف هذا يزيد من ارقامه يعني احنا مثلا نشوف كريستيانو ميسي يعني الهدافين العاده يعني اغويرو، يعني احيانا في لاعبين يعني يكون هداف لكنه ما يسدد ركلات الجزاء. صحيح. يعني مثلا سواريز كان في برشلونه يسدد احيانا يضيع، كان مع لما كان هداف كان مع ميسي نيمار احيانا يسدد هذا احيانا يسدد هذا، لكن المتخصص الاول يعني لما يكون هو المتخصص في ركلات الجزاء سواء في ناديه او في المنتخب ويكون هو هداف، هذه طبعا تعطيه ميزه اضافيه لان صحيح. يعني بغض النظر ان الهدف من ركله جزاء لكن اللاعب احيانا يكون يعني محتاج يسجل هدف، احيانا يكون مثلا فتره ما سجل فلما تجي ركله جزاء حتى احيانا في بعض اللاعبين يمنح اللاعب هذا انه على اساس تعال سجل ممكن ينفك عوده الثقه وينفك. طبعا كين يعني لاعب ممتاز يعني اكيد يعني ما كان مطلوب، قلنا كان مطلوب يمكن بريال مدريد، كان مطلوب يعني اكثر من نادي يعني، واللاعب يعني غير انه هداف لاعب يعني مختلف، حتى لمساته لاعب مختلف يعني مو راس الحرب التقليدي اللي هو على طول ويهدف ويستغل الفرص وهذا، لا يستغل ويصنع حتى لمسته بالكره يعني شويه فيها لمسه حريف يعني يمسك الكره باصاته لمساته صحيح، يعني ما نحطه مع اللاعبين السوبر يعني مو بمقام ميسي وكريستيانو ونيمار، لكنه لاعب ممتاز يعني احيانا عنده حلول يعني. بس انا اتذكر انه ضيع امام كرواتيا بنصف نهائي كاس العالم، هذه اللي ضيعها كان ممكن يسجلها 2-0 كان ممكن تفرق معهم كثير. بالحديث عن منتخب انجلترا ما زلنا، تقييمك لاداء ساوثغيت مدرب منتخب انجلترا مع المنتخب وصل لدور نصف النهائي بكاس العالم وكذلك دور نصف النهائي ببطوله الامم او كاس الامم الاوروبيه الاخيره، رايك في هذا المدرب؟ طبعا يعني احنا انجلترا في السنوات الاخيره مو السنوات الاخيره انجلترا يعني انا شخصيا يمكن انجلترا من 90 يمكن اوكي 96 وصلت نصف النهائي يعني مو ما في فريق يعني فريق الثقيل اوكي انجلترا بالانديه عراقه انجلترا من 66 هو اللقب الوحيد اللي فازوا فيه وعليه لغط كبير يعني صحيح، يعني انجلترا من دائما يعني البريطانيين اصلا بكاس العالم ما شاركوا، وقلنا لهم حتى لما شاركوا اول مره خسروا من امريكا وكانوا يتوقعون ان النتيجه غلط انها 10-1 انهم فايزين ان هذا التلغراف اللي جايهم غلط خطأ انها 1-0 لامريكا، لا على بالهم 10-1 يعني كان عندهم شويه يعني انهم صحيح هم اهل الكره وكان عندهم تكبر شويه على انهم حتى ما شاركوا حتى بدوري الابطال دوري ابطال اوروبا ما شاركوا بالبدايه يعني باول نسخه كان دائما، لكن
هذا ما كان ينسحب على المنتخب تفوقهم، يعني كاس عالم واحد بس. صحيح. اكيد الحين الفريق على حكي كاس العالم 66 اي اي طبعا نعم. قلنا عليه لغط الهدف يعني نعم. جول جيفيرست. الفريق الحين المنتخب الانجليزي بحاجه انه يعوده، طبعا هم عندهم الزخم الاعلامي الكبير يعني. صحيح. حتى احيانا لما لاعب انجليزي يتالق يعطونه يعني اكبر من يعني احيانا اكبر من قيمته يعني قيمته. يعني وياخذوا شوف اسعارهم، اسعار اللعيبه الانجليز في الدوري الانجليزي تختلف عن اسعار اللعيبه اللي نفس مستواهم من النجوم الثانيه يعني. صحيح. اوكي خلي اللعيبه السوبر يعني اللعيبه الكبار، لكن في لاعب ممكن انجليزي سعره اكبر من لاعب لما يتالق. انجلترا بشكل عام اكيد الحين كنتائج ممتاز تحت قياده ساوثجيت، والنقطه الاهم انه يعتمد على لاعبين شباب. شباب هذه النقطه اهم شيء، اهم نقطه، وممكن خصوصا ان اوروبا بشكل عام ما فيها الفرق الكبيره الان. نعم. ما فيها، ايطاليا قاعده تعود بفريق شاب، المانيا شفناها، هولندا يعني اوكي زين بس مو الفريق، البرتغال تكتيكيا ممتاز وعندهم رونالدو. انا اعتقد وجهه نظري الشخصيه يعني اذا يسمحوا لي فيها، الكره الانجليزيه انجح ما فيها التسويق. لا والدوري يعني محليا خلي انت تتكلم عن منتخبات تسويقها يعني تسويقها هو اللي انا اعتقد والعراقه عراقه انجلترا يعني عراقه بريطانيا اهل كره القدم دائما مختلفه يعني. نكمل معاك اخبارنا العالميه ومعاكم مشاهدينا ونقرا عنوان صحيفه ليكيب التالي: كومان وجيرو يلمع مع ديوك. عاد كومان مهاجم بايرن ميونخ الالماني للتالق مع منتخب فرنسا بعد غياب طويل، وسجل كومان الهدف الأول للديوك في مرمى ألبانيا بعد مرور 8 دقائق بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا. ولفتت شبكة أوبتا المتخصصة بالإحصاءات إلى أن كومان عاد للتهديف على المستوى الدولي بعد 1257 يوما. وذكرت الشبكة أيضا أن جيرو تمكن من التسجيل في 8 مباريات من أصل آخر 9 خاضها مع منتخب بلاده على استاد دو فرانس. ورجعنا معكم مشاهدينا ما زلنا في أجواء الصحافة العالمية مع الأستاذ راشد خلف الناقد والصحفي الرياضي بجريدة النهار. أستاذ رؤيتك لشراكة كومان وجيرو ومدى فعاليته في هجوم المنتخب الفرنسي. ما دام فازوا 4-0 وتألقوا إيه ما أدري بس، لكن لو ديمبلي ومبابي جاهزين، بوجبا أيضا يعني مع أن هذول مهاجمين وأيضا نعم. بوجبا وكانتي كان ممكن تشكيلة تختلف، وهذا يبين يعني نقول حسن حظ المدرب ان يكون عنده اسماء، هذه الاسماء الكبيره يعني اللي ده انت مهما ينصاب عندك لاعب مهما يكون ممكن احيانا التكتيك فيه وفي حلول يعني حلول بديلة. فرديه من نعم. اللعيبه يعني نعم. من المهاجم يعني الاسماء هذه اللي موجوده مع الغيابات وما تتاثر اكيد طبعا اكيد هذا يعني شيء زين للمدرب اي من حسن حظه انه يملك احنا ديشان يعني تعرض لانتقادات كبيره قبل كاس العالم لكن فوزه بكاس العالم مع ان طريقه اللعب ما عجبت الكثير صحيح. وكان الكلام عنها وليش بس اذكر حتى احنا بالنهار كنا ان في ديشامب يعني الجمهور مدين بالاعتذار لديشامب انا خلاص وصلك القمه كاس العالم قمه لا وحصل على الكاس مو بس الوصول يعني اي نعم. اي يعني قمه انه وصلت القمه لما تحصل على الكاس يعني اي اكيد هذا انت يعني هني الجمهور والانتقادات هذه لازم تتحول الى مديح يعني صحيح. بس صحيح يعني فرنسا يعني الأداء كان متفاوت يعني حتى الآن يعني تعتقد أن ديشان تأثر بلعبة في خلال الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وفكر الدوري الإيطالي هو طريقة لعبة تأكد ذلك صحيح طريقة لعب المنتخب الفرنسي مع الأسماء هذه يعني ممكن لو مدرب بس شوف إحنا الحين في السنوات الأخيرة مدرب المنتخب بالذات لما يحقق فوز ما تقدر تنتقده أنت مو مدرب نادي اللاعبين مو متجمعين عندك 19 شهر وتحط الطريقة اللي تبيها أنت هني محتاج مدرب يجيد التعامل مع البطولات هذه البطولات المجمعة اللي هو فوز وراء فوز وراء فوز أنت تتجمع قبل 4 أيام صحيح. شلون طبعا أنت صحيح اللاعب عندك لاعبة محترفين يعني فكرهم عالي يعني ممكن يتوجههم بالطريقة اللي أنت تبيهم نعم. تبيها لكن الأسلوب الطريق أسلوب اللعب اللي يوافق هذا الفريق اللي يناسب هذا الفريق اللي عندك بالأسماء المتاحة لك صحيح. شنو طريقة اللعب يعني احنا شفنا هولندا شلون تلعب طريقتها كانت حلوه شلون المانيا اوكي اسماء يعني من زمان مع بعض فتره طويله مع بعض لكن ايضا انت محتاج طريقه اللعب ممكن ينصاب لاعب ممكن يتغير لاعب مدرب المنتخب انتقاده صعب مو نفس مدرب النادي نكمل معك اخبارنا العالميه وما زلنا في اخبار المنتخبات وهذه المره مع صحيفه ابولا والتي كشفت في العنوان رقم مميز الدون في ليله رباعيه
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في فوز منتخب بلاده العريض على صربيا بنتيجة 4-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة ليورو 2020. وبحسب شبكة سكواك الإحصائيات فإن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 89 مع منتخب بلاده بجميع المحافل. وأشارت الشبكة إلى أن مجموع أهداف كريستيانو مع منتخب البرتغال تتفوق بفارق 3 أضعاف عن جميع أفراد التشكيلة الحالية للفريق. وسبق لرونالدو قيادة منتخب بلاده إلى حصد لقب يورو 2016 في فرنسا، كما قاده مؤخرا للظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية. وما زلنا نكمل معكم مشاهدين في أجواء الصحافة الرياضية العالمية ومع الأستاذ راشد خلف الناقد الصحفي الرياضي بجريدة النهار. أستاذي، حدثنا عن أسباب نجاح الدون سواء مع المنتخب أو النادي. وصوله يعني عمر 35، الكل شكك بأنه خلاص يعني هذا العمر اللي يبدأ باللاعب في العد التنازلي من حيث المستوى، إلا أن رونالدو تبارك الرحمن إلى الآن من تألق إلى تألق. ما في هذه القياسات اللي نحطها على اللاعبين الثاني ما تنطبق على كريستيانو. كريستيانو يعني يعني احنا نشوف مثلا بين الجماهير مثلا برشلونه وريال مدريد والانتقادات ومحاوله استنقاص احيانا تكون يعني بسخريه او نعم. على بقولتنا احنا بين قوسين بغشمره يعني نعم. واحيانا في البعض لا يعني يتكلم واقع انه مثلا هذا اللاعب لا ما يستحق هذا الثناء اللي، لكن كريستيانو دائما حتى الانتقادات بالصحف او وأذكر مرة حتى جمهور ريال مدريد كان يصفر عليه صحيح على كريستيانو رونالدو، وكانت مباراة بايرن ميونخ وسجل في مباراة يمكن هدفين أو هاتريك بعد نعم. يعني دائما يرد، دائما الرد عنده جاهز صحيح. دائما يعني في الملعب يكون بالملعب لاعب صحيح. يعني مهما نتكلم عن يعني عن دوافعه، عن احترافيته، عن المجهود اللي يبذله، عن لاعب يعني ما في يعني مدرب مانشستر السابق السير أليكس فيرغسون ذكر في أحد لقاءاته أن استفزاز الجمهور لرونالدو يزيد من هذا جزء من شخصيته، جزء من شخصيته دائما نعم. لما تستفزه جمهور برشلونه استفزه هذه الكلمه يعني نعم. يعني دائما يعني يرد بالوقت المناسب صحيح. طبعا يعني كريستيانو الان مو نفس قبل كم سنه صحيح، بس ايضا يعني اللاعب الذكي اللي يعرف يعني متى يبذل مجهود، متى صحيح. هذه الكره اللي انا ممكن اهدف فيها، هذه الكره اللي ممكن اسجل فيها هدف. انا بالمقارنه مثلا لما نتكلم عن ميسي لازم عن كريستيانو لازم صحيح. نتكلم عن ميسي. ميسي في السنوات الاخيره نشوف احنا ما يتحرك مو نفس تحركاته يعني لما تشوف ميسي عمره 19 سنه كان شلون يركض، شلون يجري بالكره، شلون يقطع الكره. الان لا يوقف ويعرف يوقف. متى فالفيردي يقول ان ميسي يوقف وينطر يعني ويشوف الدفاعات يستكشف يعرف. كريستيانو نفس الشيء، نفس الامر صحيح. كريستيانو يعني مثل ما نقول اسطوره، يعني مثل ما قلنا احنا قبل الهوا انا وانت لما نعم. بعد ميسي وكريستيانو شنو راح يصير في الملعب؟ حال كره القدم صحيح. راح تفقد الكثير. فعلا نعم. اوكي راح تستمر وراح يكون في نجوم وراح نتابعها بس صحيح. راح تفقد الكثير، واعتقد كثير من متابعين كره القدم راح يفقدون شغفهم في متابعه المباريات اذا اعتزل رونالدو. ننطر نجمين يعني احيانا هي نجم وياخذ لكن لما نجمين بنفس يعني وفي بينهم تنافس كبير ويلعبون ببرشلونه وريال مدريد ويكون التنافس بينهم ويستمر كذا سنه يعني اكثر من 10 سنين صحيح. هذا اللي يعطيهم متعه يعني لما لما يعتزلون او ينهي مسيرتهم الجمهور راح يفتقهم بشكل كبير ايضا. نروح الى اخبارنا التاليه او صحيفتنا التاليه وما زلنا في اخبار المنتخبات الاوروبيه، وهذه المره مع صحيفه الكوريري والتي عنونت مدرب الزوري يحذر من خطوره فنلندا. حذر مانشيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا من صعوبه المباراه امام فنلندا ضمن منافسات المجموعه العاشره من التصفيات المؤهله ليورو 2020. وقال مانشيني: منتخب فنلندا يمتلك لاعبين جاهزين بدنيا، الخصم لم يستقبل اي هدف على ارضه خلال مشوار التصفيات. واضاف مانشيني: منتخب فنلندا يريد الفوز وكذلك نحن، المباراه ستكون صعبه لانها تاتي في لحظه حساسه لمنتخب ايطاليا كونه بمرحله بناء. وختم مانشيني: الخصم يستحق احتلال وصافة المجموعة نظرا لأدائه الجيد، منتخب فنلندا يستطيع قطع تذكرة العبور ليورو 2020. وما زلنا نكمل معكم مشاهدين في أجواء الصحافة الرياضية العالمية. أستاذي، رؤيتك لمباراة إيطاليا وفنلندا خاصة وأن الخصم يحتل وصافة المجموعة خلف منتخب إيطاليا. فرق 3 نقاط فعلا صحيح. بس يعني إيطاليا ما شاء الله 15 نقطة من 5 مباريات أعتقد. الفريق تحت قيادة مانشيني اختلف يعني صحيح. مثل ما تكلمنا احنا المنتخبات معظم المنتخبات تتجه الآن إلى التجديد
الى اللاعبين الشباب، خصوصا يعني دائما هذه النقطه تبدا بالتصفيات، تكون لما انت تكون بالنهائيات احيانا تحتاج الخبره، تحتاج اذا المدرب استلم مهمه، يعني احيانا المدرب يستلم المهمه قبل النهائيات بفتره فيلجا الى اللاعب، لكن اذا عنده انه يبني هذا الفريق وفعلا وفعلا يعني ماشيني يعني حتى صورته كمدرب، يعني مع انه يعني احيانا يعني في مسيرته مع الانديه تعرض لبعض الهزات بعض الفشل، مع المنتخب قاعد يرسم له صوره جديده يعني. جديده الفريق يقدم اداء، لاعبين صغار، لاعبين الكره الايطاليه بشكل عام يعني قاعد تاخذ زخم شويه يعني. صحيح. احسن من يعني حتى بدايه الدوري السنه هذه شفنا مباريات مثيره، شفنا اداء يمكن متابعه يمكن يعني تكون بدايه العوده، عوده الكالتشيو الايطالي. صحيح. نفس قبل طبعا تحتاج ماده شويه، بعض الماده ان شفنا انتر استقطب لاعبين، يوفي عنده لاعبين، ميلان لو يعود روما كذلك. صحيح. فعلا يعني هذا ياثر على اداء المنتخب طبعا، مع اللاعبين الصغار اللي استدعاهم مانشيني واعتمد عليهم بشكل كبير، طبعا يغيب الان كليني الاصابه ما يتاثر الفريق، استبعد كين طبعا، بلوتيلي استبعده من زمان، خلاص في لاعيبه صغار يعتمد عليهم وقاعد يقدم نتائج كبيره واداء فوق النتائج، الاداء جيد والاهداف وما يستقبل اهداف، واعتقد ان هذه سلسله النتائج الانتصارات المتتاليه، اتوقع ان ايطاليا من فتره ما حققوها، ما حافظ الرقم بالضبط بس لكن من فتره ما حقق هذه سلسله الانتصارات المتتاليه. نروح الى اخر اخبارنا وما زلنا في اخبار المنتخبات الاوروبيه، وهذه المره مع صحيفه سبورتش والعنوان التالي: مورينيو لا حارس اساسي للماتادور. نفى روبرتو مورينيو المدرب الفني لاسبانيا احتلال حارس تشيلسي كيبا المركز الاساسي في صفوف لاروخا، واكد مورينيو بنبره حاسمه عشيه مواجهه جوزيف فارو بالتصفيات المؤهله لبطوله الامم الاوروبيه لا وجود للحارس الاساسي معي، وحول وجود تغييرات في تشكيل اليوم ام لا. قال مورينيو: كل الاحتمالات وارده بين ثلاث حراس مميزين ديخيا وكيبا وباولو لوبيز، وشدد الامور كانت مختلفه مع الحارس الافضل في العالم حينها إيكار كاسياس، ولكن في الوقت الحالي أمتلك ثلاث حراس بمستوى كبير. وما زلنا مكمل معكم مشاهدين مع أستاذ راشد خلف الناقد والصحفي الرياضي بجريدة النهار. أستاذي، هل تتفق مع رأي مدرب إسبانيا بأن يمتلك ثلاث حراس مميزين وأن لا وجود لحارس أساسي في منتخب إسبانيا؟ طبعا هو اللي يقرر المدرب أكيد يعني، بس أتوقع أن هذا الكلام يعني نوعا ما ينفهم منه أنه يعني توجيه لديخية، يعني المتابع العادي يتوقع أنه بعد يعني ديخية كان هو الحارس الأساسي في الفترات الأخيرة. نعم. أوكي، كيبا ممتاز، أيضا باولو لوبيز ممتاز، لكن العادة حارس المرمى يكون ثابت. يمكن تراجع مستوى ديخية، يمكن الأخطاء، طبعا إحنا ديخية نتابعه أحيانا يتألق يعني يصد كور ينقذ مرمى من هجمات كثيرة، أحيانا يدش عليه هدف سهل جدا يعني. صحيح. ومع المنتخب بشكل عام يمكن يعني ما أنا بدك كذا مباراة كان تسبب في أهداف تدخلت في مرمى في منتخب إسبانيا. نعم. يمكن هذا السبب اللي أتفق معه مع المدرب، أنه طبعا ثلاثتهم ما مو نفس كاسياس. أكيد كاسياس. نعم. مع اللي تعرض له في الآخر مشواره يعني مع ريال مدريد ومع بورتو، لكن نعم. كاسياس كان مختلف جدا طبعا. نعم. وانا اتفق معاك ان كاسياس كان مختلف. وصلنا معاك الى ختام حلقتنا، شاكر لك تواجدك معي استاذي راشد خلف الناقد والصحفي الرياضي بجريده النهار، اسعدتني وشرفتني. شكرا لك ولاستاذ المشاهدين. شكرا لك استاذي، وشكرا لكم موصول مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه. كان هذا كل شيء في حلقه اليوم، لقانا معاكم ان شاء الله في حلقه الغد. الى ذلك الحين طبتم والى اللقاء.